أفعال شو يقدم لكم أجمل وأمتع الفقرات، كل ما تبحث عنه تجده في هذا البرنامج. متعة، تحدي، إثارة، تشويق. وصال شو يقدم لكم أجمل وأمتع الفقرات، كل ما تبحث عنه تجده في هذا البرنامج. متعة، تحدي، إثارة، تشويق. برنامج وصال شو يقدم لكم أجمل وأمتع الفقرات، كل ما تبحث عنه تجده في هذا البرنامج. متعة، تحدي، إثارة، تشويق. برنامج وصال شو يقدم لكم أجمل وأمتع الفقرات، كل ما تبحث عنه تجده في هذا البرنامج. متعة، تحدي، إثارة، تشويق. مساء النور لمن يشبهون المساء في جماله ورقته، مساء النور للأرواح التي تبث في قلوبنا لتملأ الحب، أقول لتملأها إشراقا وجمالا. مساء الخير لكل من يظن أنه شخص عادي وهو لا يعلم أنه عظيم. مساء أبثه لكل متابعين الأفاضل من كل مكان، تحية مسائية طيبة ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم وصال شو. كما تعرفون برنامج وصال شو المتنوع والمتميز في كل فقراته أقول، الذي يستضيف ويشجع كل المواهب من ولاية واتسوف. قبل ما نروح الموهبة اللي استضفناها اليوم، نتطرق إلى سؤال فقرتنا لليوم واللي يقول: هل تلقيتم الصدمات من أعز الأصدقاء على قلوبكم؟ نعود السؤال ويقول: هل تلقيتم الصدمات من أعز الأشخاص على قلوبكم؟ جاوبوني على التعليقات. وفاصل قصير ونعود لنتعرف على ضيف فقرتنا لليوم. برنامج وصال شو يقدم لكم أجمل وأمتع الفقرات، كل ما تبحث عنه تجده في هذا البرنامج. متعة، تحدي، إثارة، تشويق. برنامج وصال شو يقدم لكم أجمل وأمتع الفقرات، كل ما تبحث عنه تجده في هذا البرنامج. متعة، تحدي، إثارة، تشويق. برنامج وصال شو يقدم لكم أجمل وأمتع الفقرات، كل ما تبحث عنه تجده في هذا البرنامج. متعة، تحدي، إثارة، تشويق. إذن عدنا إليكم مشاهدين الأفاضل من جديد في فقرتنا لليوم مواهب شو. اليوم معانا موهبة من ولاية واتسوف، بل هو شخص متعدد المواهب في كتابة الخواطر وكتابة القصص القصيرة، وأيضا في العزف على العود والبيانو، وأيضا هاوي للموسيقى، يعني أنه يغني. ما نطولش عليكم ونتعرف على ضيف فقرتنا لليوم. مرحبا بك أيمن مخلوفي. وبيك عيشك، السلام عليكم وشكرا على هذه الاستضافة، ونحييك على المقدمة الجميلة. شكرا لك.
ان شاء الله. وشراك لباس؟ لباس الحمد لله. ان شاء الله تقدم معنا ان شاء الله وقت ممتع. ان شاء الله ان شاء الله. اليوم مشاهدينا يستمتعوا معنا بالعزف تاع ايمن مخلوفي إن شاء الله. وثاني الخواطر وايضا الصوت العذب والرنان. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. اذا ايمن مخلوفي اكيد اليوم جمهورنا يحب يتعرف عليك اكثر. اذا من هو ايمن مخلوفي؟ في الحقيقه عندي نص يعني يعرف ولو قليلا على أيمن مخلوفي، لكن أيمن مخلوفي شاب، أو خليني نقول عجوز في مقتبل العمر. ما زلت شاب، علاش عجوز؟ 30 سنة ومتحصل على شهادة مهندس دولة في الوقاية والأمن الصناعي من جامعة باتنا، وعازف هاوي على كل حال، مبتدئ في آلة العود، وكاتب لي القصص القصيرة والخواطر. ما شاء الله أيمن مخلوفي كما قلنا متعدد المواهب، وإن شاء الله تستمر في هذا الشيء. إن شاء الله. إذن كيفاش كانت طفولتك يا أيمن؟ والله كي تحكي على الطفولة يعني تحكي على الوالدين أكيد، وخليني والطفولة نفتح متعلقة بالوالدين. صحيح، وخليني نعم. نفتح قوس يعني لا ينغلق على الوالدين. أنا يعني محظوظ جدا أني أمتلك يعني والدين كأمي وأبي. أب فاضل جدا ويعني مربي رائع، أم عظيمة جدا، يعني كمية الامتنان التي تنتابني يعني في لما أحكي على الوالدين كمية امتنان رهيبة. كل الناس يقولوا مثلا نعمة الوالدين نعمة الوالدين، لكن أنا يعني لما أحكي على نعمة الوالدين يعني أحكي على شيء مقدس، على يعني ناس يحبون بدون مقابل، عطاء بدون مقابل، إحساس رهيف جدا. يعني فإنسان يعني يمتلك والدين كوالدي، أكيد طفولته يعني كانت رائعة جدا، كانت مليئة بالاهتمام، مليئة بالحنان. طفولة يعني من أروع الأشياء اللي عشتها يعني، وخاصة أني كنت أنا الأول وبذرت يعني حب ماما وبابا، يعني كانوا كنت أنا أول بذرة يعني، فكان الاهتمام أكثر، فالحمد لله على كل حال. ما شاء الله، ربي يحفظ لك الوالدين تاعك، وربي يحفظ جميع الوالدين يا رب، ويطول في أعمارهم يا ربي، ويرحم اللي ماتوا أكيد. إذا يا أيمن مخلوفي، بما أن يعني عندك الكثير من المواهب، الموهبة الأولى اللي اكتشفتها يا أيمن مخلوفي هل كانت الكتابة أو الغناء؟ لا، شوفي، خلينا نسعم الكتابة جانبا. بالنسبة للغناء والموسيقى يعني احنا عائلة فنية، والوالد أستاذ موسيقى، فنشأنا يعني في بيت كله يعني موسيقى وألحان وآلات. حتى قبل ما تكتشف موهبتك يتربى عندك الذوق الموسيقي، وهذه يعني شيء مهم جدا أن يكون عندك ذوق موسيقي. حتى بالنسبة لل قد لا تكون يعني فنان ويكون عندك يعني ذوق، والطامة الكبرى أن بعض الفنانين يعني يكون فنان وما عندهش ذوق يعني موسيقى، هذه المشكل. صح. فأنا يعني تربى عندي الذوق الموسيقي قبل ما تربى عندي الموهبة. بعد الموهبة تقدر تكون فيها جانب وراثي وجانب يعني تعود. أنك أنت وسط عائلة فنية. تماما، فتكون يعني موالف على الآلات الموسيقية. كما قلت لك يعني كتربى عندك الذوق، ومن بعد تربى عندك وحدة ذائقة موسيقية، تولي تحب عندك بعض الأشياء هكا في داخلك، تلقى متنفس عبر الموسيقى. فعلا صح. فتجد نفسك يعني تلقائيا متجه نحو الآلة معينة تغني أحيانا. بالنسبة للعزف يعني أنا بدأت صغيرا في آلة البيانو، كانت هدية من عند الوالد، يعني كنت أنا نقرأ في الخامسة تقريبا ولا قبل حتى في الرابعة. فبدأت الهواية يعني بآلة البيانو، والعود يعني مؤخرا في كي جت جائحة كورونا وكذا، ثم كنت هاوي، ومن بعد بدأت نطور شوية في العزف على آلة العود، والآن اهتمامي كامل على آلة العود أكثر من البيانو. أكثر من البيانو. يعني خلينا نقوله، لو ما كانتش أسرتك أسرة فنية ما كنتش راح تكون هاوي للموسيقى؟ ممكن وممكن. نعم، نحب مقدمة تحية للأب تاعك الفنان مخلوفي. أكيد أكيد. سمي لي الاسم تاعك. فريد مخلوفي. فريد يعني. مخلوفي، نعم، تحية للأستاذ والفنان الكبير فريد مخلوفي. إذا بما أنه تكلمنا على العود، حبيت أنك تعزف لي. أكيد تعزف لي. أوكي إن شاء الله.
يعني هذه أغنية تراثية تحكي على الواد، رجعنا للواد معروفة يعني. رجعنا للواد أهل وإخوة عزاز علينا، أهل وإخوة عزاز علينا، عزاز علينا. رجعنا للواد أهل وإخوة عزاز علينا، أهل وإخوة عزاز علينا، عزاز علينا. ريحة الأجداد ورمل عليها تربينا، ريحة الأجداد ورمل عليها تربينا، عزاز علينا، عزاز علينا، عزاز علينا، عزاز علينا. رجعنا يا حباب وتلاقينا بعد غياب، وتلاقينا بعد غياب، وتلاقينا بعد غياب. رجعنا يا حباب وتلاقينا بعد غياب، وتلاقينا بعد غياب، وتلاقينا بعد غياب. ليا مصعب نعدوها بالسيف علينا، ليا مصعب نعدوها بالسيف علينا، عزاز علينا، عزاز علينا، عزاز علينا، عزاز علينا. غير ولد النخلة من المحال ينسى أصله، من المحال ينسى أصله، من المحال ينسى أصله. غير ولد النخلة من المحال ينسى أصله، من المحال ينسى أصله، من المحال ينسى أصله. نعمل الضل كيف يطول وما يجينا، نعمل الضل كيف يطول وما يجينا، عزاز علينا، عزاز علينا، عزاز علينا، عزاز علينا. الله الله الله، يعطيك الصحة، أطربتنا والله ورجعتنا الأيام تاع زمان ما شاء الله، يعني يعطيك الصحة. هي أغنية رائعة جدا ويعني تراثية وضاربة في عمق الوجدان السوفي يعني. صح، يعني تحكي على واد سوف. أكيد أكيد، على عمق واد سوف أيضا تحكي على أيضا الشوق للمدينة. يعني احنا كامل خرجنا وقرينا البرة وسافرنا، ولكن ديما يقعد الحنين للأصل. للأصل أكيد. صح. فعلا عندك فعلا كلامك صواب. إذا قبل ما نبدأ في الأشياء الأخرى نشوف التعليقات تاع الجمهور. سوما مافي تقول مساء النور، مساء النور يا سوما. إلهام تقول مرحبا ويسو، أنت وطاقم الإذاعة وضيفك الجميل، شكرا لك عزيزتي إلهام. وأيضا إلهام تقول نعم تلقيت من شخص ما كنت متوقع تكون الصدمة من عنده، وهذا لأنه أصبح لأنني أصبحت باردة المشاعر، حاطة ناس كل مش دايما يجي نهار ويكون خاين ويطعنك في ظهرك. أكيد يعني بصح ما يعني ما يش قاعدة صحيحة أنك يعني من شخص واحد تقدري أنت تقيمي الأشخاص الكل، يعني يمكن ربي حب يكشفها لك، مش أنت بعد تكوني يعني تقابلي ناس ما أحسن وما خير إن شاء الله. يعني كما نقولوا الحياة مدرسة نتعلم منها، وأيضا أنت إن شاء الله تكوني تعلمتي من هذا الشيء. مينو تايلر يقول مساء النور يا متألقة، مساء النور يا متألق،
مرحبا بك يا مينو تايلر. وإلهام تقول مرحبا بك وصال وأيمن الأنيق ويهني وينهي رمال، ما متعودين على أحلى ثنائي أيمن ورمال صح؟ إن شاء الله رمال أيضا عندها أخت أيمن عندها صوت ما شاء الله، إن شاء الله نستضيفها كاش نهار في البرنامج ونديروا جو مع بعضنا. وأيضا مينو تايلر يقول ربي طول في عمرهم، فخورين بيك. أقول آمين يا رب. وأحمد فارس مراد المتابع الوفي يقول مساء الخير والسرور ويسو أيمن الزين لك وحشة لزوم، أمسية فنية مليئة بالمفاجآت السارة، موفق ويسو، موفق يا أيمن المبدع. إن شاء الله شكرا لك على هذه الكلمات الجميلة يا أحمد. مين وطال يقولها ما شاء الله هذه المواهب ولا خلي أكيد يعني المواهب تاع وتشوف كثيرة إن شاء الله ما زلت تشوفوا الأكثر إن شاء الله. إن شاء الله. وديكوراسيون تقول ربي بارك، الله يبارك فيك أختي العزيزة. إذا نواصل أيمن، أكيد أنه أي شخص عنده هدف في هذه الحياة، ما هو الهدف اللي تسعى ليه أنت في هذه الحياة؟ والله هدف بسيط جدا يعني، والمفروض يعني هو هدف يعني إحنا كامل كمسلمين وك هو أنه الإنسان يكمل حياته وهو مرضي ربي سبحانه. أكيد. والشيء اللي احنا يعني مقصرين فيه لكن نحاول قدر الإمكان أن الإنسان يموت ويخلي أثر طيب. بالنسبة لهدف حياتي صدقين يعني أنا حياتي كاملة ربما يقول لك تبالغ، ولكن حياتي كاملة متمحور على ماما وبابا، يعني كل تفكيري كل طموحاتي يعني مصب على أني نرجع لهم ولو شيء يعني من الجميل اللي تلقيته منهم، وإن شاء الله ربي إن شاء الله يوفقني إن شاء الله ويلحقني إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي، ربي يخلي لك أمك وبابك. اللهم آمين. إن شاء الله. إذن من هو الداعم ليك بين مامك وباباك مدام تحكي عنهم؟ خلاص مامك وباباك عندي الإجابة. أنا عائلتي يعني وخاصة العائلة كاملة يعني بحكم أنا الكبير يعني كما قلت لك نتلقى اهتمام من العائلة كاملة وخاصة من الوالدين يعني أكيد. صح. تأثرنا ياسر بكلمات أيمن، خلونا نبدل شوي الجو ونقول لأيمن يغنينا. يلا يا أيمن وش تسمعنا اليوم؟ والله خلي نسمعكم حاجة بالعود والجيتار. يلا ولا نقول نديروا جيتار واحد، هيا جيتار واحد معلش. نسمعكم أغنية يا حسرة عليك يا دنيا. يلا يا حسرة عليك يا دنيا. أخدم هذا وقت معنا سيف، نرحب بيه أكيد. أكيد نرحب بسيف يرافقني في الجيتار. حسرة عليك يا دنيا، فيك حكاية وحكاية، ساميني وقعد حذايا وحكيهم لي بثبات، علاش هكدا حقدة وسمية ظلي تبدلي في الصفات، تلعبي بيا غير بشوية عيت معذابك بركات. حسرة عليك يا دنيا، فيك حكاية وحكاية، ساميني وقعد حذايا واحكيهم لي في ثبات، علاش هكدا حقدة وسمية ظلي تبدلي في الصفات، تلعبي بيا غير بشوية عيت معذابك بركات. تلعبي بيا ولا معايا جاوبيني علاش هذا سكات، قالوا لي عليك مسرحي أنا المسرح سكلي في الذات، التذكيرة خلصتها غالية عديت معايا شي وردات، دخلت للقاع سفق علي طلع سيطار والضوط فات، لقيت روحي في تمثيلية والديكور خوف ودموعات، طمعتيني ودرت علي عندي جدي بالصح مات. الحسرة عليك يا دنيا، فيك حكاية وحكايات، ساميني وقعد حذايا
واحكيهم لي في ثبات. علاش هكذا حقت والسمية ضلي تبدلي في الصفات، تلعبي بيا غير بشوية عيت مع ذاب كبار وكات. يا حسرة عليك يا دنيا، يا حسرة عليك يا دنيا، يعطيك الصحة والله أمتعتنا بصوتك يا أيمن، استمتعنا جدا. إذن فاصل قصير ونعود إليكم من جديد. برنامج وصال شو يقدم لكم أجمل وأمتع الفقرات، كل ما تبحث عنه تجده في هذا البرنامج. متعة، تحدي، إثارة، تشويق. من جديد أكيد الكل تكونوا استمتعتوا بصوت أيمن اليوم، ونقروا شوية تعليقات. تقول ذكرى ربي بارك، شكرا لك يا ذكرى. يقول بشير غريب، يقول بشير غريب: أيمن فنان وأخلاق وتربية وثقافة، ندر أمثاله في زماننا، ندر أمثاله في زماننا، بالتوفيق له إن شاء الله. أكيد بشير صديق مقرب جدا وإنسان عزيز، ونوجه له تحية كبيرة. بشير من أيضا من الناس اللي قراب جدا لي، واللي كان من الداعمين يعني في عدة مواقف، وأكيد قد ما نشكره يعني مش راح نوفي له حقه. ما شاء الله، ربي يخليكم بعضكم إن شاء الله ويدوم الصداقة يا رب. اللهم آمين. أحمد فارس يقول: علامة صاحبي، الله الله. الله يخليك. وهمسة نغم تقول: مساء الخير، مساء النور يا همسة نغم. والحاج طيب طيب: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نهدي تحياتي إلى صديقي وأخي عبد الحق بزواجه اليوم، ربي هنيه، ألف مبروك ليه، ربي هنيه وعقبال ذرية إن شاء الله. سوما مافي تقول: ما شاء الله عليك، ربي يوفقك ويحفظك، شكرا لك يا سوما مافي. وكذلك مينو طالر يقول: يا حسرة عليك يا دنيا، الفن الجميل كمال مسعودي، فعلا يعني ما كاش خير من هذا الفن. وأيضا دوكيغاسيون تقول: يا حسرة عليك يا دنيا، حكاية وحفيك حكاية وحكايات. مينو تايلر يقول: أروع من استضفت يا ويسو، منبهر بهذه المرة، راهو منبهر بيك اليوم مينو تايلر. ربي يخليه إن شاء الله. إذن نعود إلى أيمن مخلوفي. أيمن، ما هو الشيء اللي تحس روحك أنك متميز به عن غيرك؟ والله يعني هو مش تميز يعني بمعنى التميز، لأن صعيب الإنسان مش يقول أنا متميز. لا لا، ولكن أي إنسان يعني ربي ميزها عن غيره بشيء، بصفة أو بأي شيء. لا، ربما الشيء اللي أنا مش حاسه أنه يميزني، ولكن أنه مريحني أكثر، أني لا أحشر أنفي في حياة الناس، يعني مكتفي بنفسي، ويعني هكا مكتفي بنفسي وما تأثرش يعني بالعوامل الخارجية اللي، ولا يعني نحبوس نفهم ولا كمية، يعني اللي يهمك هو نفسك فقط. نفسي فقط، وعندي تقبل يعني للطرف الآخر، يعني عندي فلسفة أنه كل إنسان عنده عقل، وكل إنسان يتحمل مسؤولية أفعاله ومسؤولية أفكاره، فيعني أتقبل الآخر مهما كان شكله وأتعايش، يعني عندي قدرة فن التقبل وقدرة التعايش، يعني مش أني ما نتقبلش، ولا أني يعني نتقبل ونبعد، لا، قادر نتعايش معك بكل عيوبك يعني بكل أخطائك، لكن بحكم أن يعني أنت إنسان وعندك عقل تتحمل مسؤولية. صح فعلا. وفن التقبل هذا يعني إنسان فقط يكون راقي، يكون إنسان راقي صح وفهم الدنيا صح، أكيد راح يتقبل أي شخص كان، أكيد، وهذا الشيء بكل أسلوبه ولا بعقليته، أي كانت عقليته. صحيح، يوفر لك راحة يعني كبيرة. صح. أكثر طبع فيك وحاب يعني طبع فيك مش منيح وحاب تنحيه؟ قلة النظام، إنسان مبعثر جدا. الله ينظمك إن شاء الله.
ادعوا له ربي نظمه ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا رب. اكثر شيء تكرهه في المراه يا ايمن؟ هذا لازم كتاب. لا اكثر حاجه هي ال وش من كتاب لازم؟ لازم كتاب باش نحكوا في الحاجه هذه. لا عادي يعني هو السؤال عادي يعني اي انسان يكره حاجه في صفه أكيد. معينه في المراه. لا هي الصفه اللي انا شخصيا يعني ما نقدرش نتقبلها هي الانسان المراه الغير مؤدبه اللي ما عندهاش سقف يعني الاحترام والادب. صح. فقط عندك الحق فعلا. انا ثاني انا مراه ما نتقبلهاش. ما هو السن المثالي بالنسبه ليك الزواج يعني سن الزواج المثالي بالنسبه ليك انت؟ بالنسبه لي انا شخصيا ولا للرجال كامل؟ بالنسبه لك انت ومن بعد اعطيني للرجال. لا بالنسبه شوفي بالنسبه لي ولا بالنسبه للرجال نشوف ان الزواج يعني ما عندوش ما يتقاسش بالسن يعني يتقاس بانت وش قدمت في حياتك. صح. وصلت يعني المرحله انك تقدر تدخل انسان اخر في حياتك ولا لا؟ وهذه مهمه جدا يعني قادر الانسان يوصل للمرحله هذه في 20 سنه. وما نش نحكي غير على الجانب المادي يعني بالعكس هو الجانب المادي مهم جدا اكيد والمال عصب الحياة لكن كاين أشياء أخرى يعني في العلاقة لازم تتوفر في الرجل كما باش تتوفر في المرأة يعني. صح. الرجل مطالب أنه يكون على قدر من الوعي على قدر من التفاهم على قدر أنه يتفهم طبيعة المرأة لأن طبيعة المرأة يعني ما هيش كما الرجل اصلا سبب المشاكل ممكن في العلاقات كامل وفي حتى في الحياه الزوجيه انه الرجل يتعامل مع المراه وكانه يعني بطبيعه وكانه يتعامل مع رجل مع رجل. صح. مش نحكي على عن يعني عن الطبيعه الخشنه لا نحكي على انه هو كيف المراه كيف تفكر المراه وكيف يفكر الرجل مش كيف كيف مش كيف كيف اذا كان وصلنا احنا للمرحله ان الانسان يفهم المراه كيفاش تخمم والمراه تفهم الرجل كيفاش يخمم راح يعني تمشي الامور فعلا. صح. فهذه من بين الأشياء اللي عندها علاقة بأنك أنت باش تتزوج ولا النورمال مو يلحق على الأقل حتى مش كامل ولكن يلحق شوي من هذا الوعي فعلا. كما تو كنا عدنا نشوفه يعني كشغل المرأة كواحد كيعود باش يتزوج يروح يقول ماما خطبي لي يعني فكرة أصبحت المرأة كسلعة يعني نقدر نقوله يعني أنها الأم هي اللي تقيم صفات المرأة. صحيح. وهي لا بالعكس هي الراجل هو اللي لازم يشوف هو وش يحب هو وش يكمله خاطر المرأة هي اللي تكمل. أكيد الرجل أكيد. يحوس على النصف الآخر مش يكمله مش الأم هي اللي تحوس. صحيح. إذن ربي يجيب لك مرت زوجة الحلال يا رب. إن شاء الله يا رب. إذن سؤال ثاني يقول هل يهمك ماضي زوجتك المستقبلية أو لا؟ نورمال مو نورمال مو لا باش نقول يعني بصفة قاطعة يعني ميهمنيش ميهمكش ميهمنيش إسانسيال تكون معك في الحاضر كيفاش؟ أكيد. شيء جميل جدا. زواج تقليدي أو عن حب؟ زواج تقليدي أو عن حب؟ المشكلة إحنا عندنا مشكل في المفاهيم يعني كتقولي زواج تقليدي وش تقصدي معنى الزواج؟ زواج تقليدي إنه كما قلنا الأم هي اللي تروح تختار لك وكذا أما عن حب تكون أنت عارفها من قبل وعجباتك وعجبها وتقدم لها. والله بالنسبة لي أنا ما كانش فرق كبير لكن حتى ولو زواج تقليدي يعني إلي أنك أنت كتشوف لك أمك الطفلة يعني مش تروح تتزوج مش راح تروح ديريك تتزوج أكيد مش تخطب مثلا معنى العلاقة قبل الزواج كينة في كل الأحوال كينة يعني سواء معناها مش تحطها في إطارها الشرعي ولا قانوني ولا يعني غير قانوني فالفترة هذيك الفترة اللي إنسان ممكن يزيد يشوف يعني إذا كان هذا الشخص يعني مناسب ولا مش مناسب فعلا فتقليدي ولا مش تقليدي بالنسبة لي يعني مش راح نتخذ قرار الارتباط يعني إلا لما نكون متأكد ولو بنسبة 80% من الطرف الآخر أنه هو الإنسان اللي ممكن يضيف للحياة يعني. صح لأنك مش تعيش مع العمر كل أكيد فعلا عندك الحق. وأيضا السؤال الآخر يقول هل تلقيت الصدمات من أعز الأصدقاء واللي هو سؤال فقرتنا اليوم هل تلقيت يعني معناتها من أشخاص قراب لقلبك يعني وتلقيت منهم صدمة؟ لا شوفي أنا يعني ممكن مضاد للصدمات خاصة في الأصدقاء خلينا من ممكن جوانب أخرى بالنسبة للأصدقاء وبالنسبة للعلاقات العامة كما قلت لك أنا عندي قانونين يعني يمشي بهم في الحياة أول حاجة هو قانون التقبل
يعني اذا كان انسان متقارب ليك وقدم لك صدمه يعني وسبب لك مشكل يعني انت باش تصدم؟ لا. اذا كان عندك انت قدره تقبل هذا انسان وبشر يخطئ ويصيب فعلا. مش راح تقدر تفهم يعني الانسان هذا كيف راه يشوف فيك والتصرفات يعني اللي قاعد تشوفها ممكن ما يشي نفس اللي هو قاعد يبطنها. فهذا أنك تتقبل الطرف الآخر وأنك تكون لا مبالي أصلا يعني وسقف سقف التوقع مش لازم يرتفع فعلا صح يعني مش أنك تحط فيه خلاص ثقة لازم تقول هذا مستحيل يجرحني. لا 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 سقف والو سقف التوقعات لازم يكون دائما يعني ما هوش مرتفع وتكون مستعد لكل شيء لأن احنا رانا في الحياة والحياة فيها كل شيء مش يتعرض الإنسان لكل شيء لكل شيء صحيح فعلا صح. صدقت يا أيمن. إذن هل تسامح شخص جرحك ولا شخص خانك؟ والله أنا بطبيعتي يعني إنسان مسامح لكن حتى إذا كان ما سامحتش ما يعني ما نؤذيش يعني ممكن يعني طيب شخص طيب ما شاء الله. ما شوف الإنسان اللي يميل دائما للفن أو للموسيقى تلقاه حساس ياسر أكيد. وأيضا قلبه طيب ويسامح الأشخاص لأنه الموسيقى تزرع فيه هذاك هذيك الرقة. الفن يا وصال الفن يعني بكل أشكاله يعني سواء موسيقى رسم رقص مسرح أنت قادر تكون إنسان مثلا أعطيك مثال في الموسيقى مثلا أنت تقدر تكون إنسان عازف فعلا وتقدر تكون إنسان فنان ومش كل مثلا عازف فنان. الفنان ما هي عندهاش علاقة ما عندهاش علاقة بأنك أنت موسيقي. إحنا عندنا فنان معناها موسيقي ولا يغني لا حتى اللي تطبخ يعني نقول لها فنانة صح ولا لا صح صح. الرسام نقول له فنان صح. الفنان هذه بالنسبة لي أنا مرتبة عاطفية صح. ما هيش عندها علاقة بالموسيقى ولا أنك تكون فنان هذا أكبر دليل على أنك أنت عندك كمية مشاعر كمية أحاسيس هو الحس نعم ما وليتش قادر تعبر عنها كأنك إنسان عادي فتتجه لشيء أنك بش عندي أنا واحد النص نقول يعني هي حجامة لدم الإحساس وكأن الإحساس هذا إنسان وبش نديروا له حجامة بالفن مهما كان الفن هذا يعني موسيقى رسم كما قلت لك رقص. فالفنان يعني إنسان غير عادي أكيد الفنان إنسان غير عادي يعني إنسان عنده كمية من الأحاسيس والمشاعر من الأشياء المبهمة ما يقدرش والمتراكمة صحيح ما يقدرش يعبر عنها بالكلام وبالأصدقاء وبالهاني خرجت هاني دخلت هاني رحت هاني لا لازمتها حاجة يعني مثلا الكاتب يعبر بالكتابة أكيد. والرسم أكيد. والرسام أقول بالرسم والمغني بالأغاني أكيد وإلى غير ذلك. بما أنه تكلمنا على الكتابة حبيتك تسمعني مقطع من خواطر ليك أنت يا أيمن مخلوفي إن شاء الله. يلا إذن نسمع كما قلنا أيمن راهو كاتب خواطر وكاتب قصص قصيرة أيضا صحيح. فنسمع الآن خاطرة من عند أيمن مخلوفي. هي يعني هذه خاطرة وكأنها نص تعريفي يعني بأيمن كان مفروض أن نقولها في المقدمة لكن لا بأس بذلك ومن بعد رح نقرأ واحد النص آخر. النص بعنوان هذا أنا في سكون الليل وقد غزل النعاس خيوطه على أجساد الخلق نبت على وسادتي شوك سؤال خدش نعومة الغفوة الأولى لأجد نفسي داخل دوامة جارفة من الأضداد والتناقضات تتجاذبني زوايا الألم المظلمة من جهة وردهات الأمل المضاءة بزيت الصبر داخل مشكات الإيمان من جهة أخرى بين يقظة وغفوة وجدتني أفتش عني هالني ما وجدت عصفورا بللته حرائق الغدر فأضحى مرتجفا فوق أغصان الأيام اليابسة الرافضة أن يدب نبض الربيع في أوراقها رأيت مطرا مشتاقا لتقبيل ثغر الثرى فتبخر لهفة قبل محطة الوصال تأملتني فإذا بي مجموعة إنسان نهار انطفأت شمسه حدادا
على مجزرة الأمان الضائعة، وليل أضاءه الأرق بحلة زخرفت بخيوط من قمر، ابتسامتي مبللة بندى القهر الدفين، ودموعي شفافة لا يراها غيري تنبع من شرنقة الأسى، تقطر جمرا على بقع الآه ليشتعل موقد التنهيدات كموسيقى وداع لجثمان الأمنيات. غلام ألقى به القدر في جب الحياة المظلم، غير أني على يقين من مرور قافلة الرحمة لترسل واردها فيدلي بدلوه ويصيح بأعلى صوتي: هذا أنا يا بشراي، هذا أنا، أنا من أينع الأمل في حدائق فكره وأزهر رغم أنف الألم، أنا الوفاء في سكون شرياني نطق كتلة من الإحساس، كلما تحرشت بها الحياة استحالت حبرا من فوهة القلم يحترق، فقد خبرت كل الكائنات ولم أجد أوفى من الورق. ولم أجد أوفى من الورق، يعني في هذه المقولة يعني لم تجد أوفى من الورق، أكيد. يعني أن الورقة والستيلو هم اللي أكيد. اللي خلوك تعبر على الشيء الذي بداخلك. أقول صحيح، نعم، لم أجد أوفى من الورق، أنا أيضا أكتب، فلم أجد أوفى من الورق. أكيد الورق صديق وفي جدا. صحيح فعلا. إذن يزينا من الحزن سيبون خلاص. ننتقل، حبيت تسمعني هيك الأغنية تاع مقبيلة؟ أكيد. راح نديروا ميدلي يعني تاع فيروز بموسيقى فقط، كنحب موسيقى. دنتني معني، أنا لا أغني لفيروز للأسف مع أني صوتي جميل، نشكر في روحي.
والله أمتعتونا اليوم بالعزف وبالغناء وبالخواطر ثاني، يعطيكم الصحة بالتوفيق إن شاء الله. ربي يوفقك في هذه المسيرة الفنية يا رب. اللهم آمين يا رب. ويوفقك الأحسن إن شاء الله. إن شاء الله. المنشد عبد الفتاح علي يقول علي يقول الله يبارك صوت في الصميم، والحياة أمل تقول يا عيني على الإحساس. والمنشد عبد الفتاح علي يقول ما شاء الله والله بكاني حبيت نتلاقى بيك، وإن شاء الله يا أيمن ما شاء الله ربي يحفظك. نعم. إلهام تقول كعبة واحدة يا أيمن ربي يزيدك من فضله يا رب. شكرا لك يا إلهام. إلهام زغدي مراد يقول ما أروعك ما أروعك يا أيمن. زغدي مراد، أول حاجة نقول الحمد لله على السلامة، وهذا العود الحمد لله على سلامتك إن شاء الله. شفت العود يا مراد؟ العود تاع مراد نوجه له تحية أكيد. حبيت نتعلم منه أيمن. المنشد عبد الفتاح علي يقول حبيت نتعلم منك يا أيمن. ان شاء الله ولا ما لا ان شاء الله. قال لك عندك قناه في اليوتيوب؟ لا لا ما عنديش. ما عندهاش يا عندي انستغرام فقط. عنده انستغرام، وش اسمه الانستغرام تاعك؟ ايمن مخلوفي. ايمن مخلوفي بالفرنسي نورمالمون. نعم ايمن مخلوفي بالفرنسي اكتبه في الانستغرام. ديكوراسيون تقول واو شكرا لك. مينو تايلر يقول متأكد أنه قادرين تشكلوا فرقة رائعة مع بعضكم. نتفكر هذاك النهار اللي تلاقينا فيه أكيد. شاركت أنا وأيمن في مسابقة، وبالصدفة احنا تعرفنا عن بعضنا في هذه المسابقة ودرنا قاعدة، يعني أحسن قاعدة قعدتها هذيك مع أيمن والعائلة تاعه ومع الأم تاعي أيضا، فكانت قاعدة رائعة. صحيح. كانت تلقائية هذيك يعني... كانت تلقائية وهذيك البداية تاعنا يعني أكيد. تعرفنا عن بعضنا، فزنا، هو فاز في الغناء وأنا فزت في قراءة الخواطر. صحيح. إذا ننتقل إلى فقرتنا اختبر ذكائك، فاصل قصير ونعود إليكم من جديد. ذكاء المشاهد. برنامج وصال شو يقدم لكم أجمل وأمتع الفقرات، كل ما تبحث عنه تجده في هذا البرنامج. متعة، تحدي، إثارة، تشويق. إذن عدنا إليكم مشاهدين الأفاضل والأعزاء من جديد في فقرتنا لليوم. لليوم اختبر ذكائك. أقول نبدو نعرف صاحب الفقرة. الفقرة هي عبارة عن أسئلة، واللي جاوبنا على هذه الأسئلة راح تكون عنده مكافأة، واللي هي جلسة تجميل في صالون منال للعناية بالبشرة. يعني عندنا اليوم 6 أسئلة، واللي جاوبني على هذه الأسئلة ويكون هو أول واحد في البداية ويكون الجواب صحيح أكيد راح يربح معنا في هذه الفقرة. إذا نبدأ بأول سؤال ويقول ما هي عاصمة إيطاليا؟ اليوم الأسئلة خيرتها سهلة، إذا اللي راح يربح له محظوظ. ما هي عاصمة إيطاليا؟ حسام الدين يقول روما، والإجابة صحيحة يا حسام. عزو يقول روما أيضا، وأحمد فارس يقول روما، ولكن اللي جاوبنا الأول واللي هو حسام الدين واللي قال روما، إذا النقطة لحسام. السؤال الثاني يقول من أول من دخل الإسلام؟ من أول طفل دخل إلى الإسلام؟ السؤال الثاني من أول طفل دخل إلى الإسلام؟ حسام يقول حمزة. لا ليس حمزة يا حسام. وأحمد فارس يقول سيدنا علي، والإجابة صحيحة، ولكن المرمور بحت أنت يا أحمد فارس ما تشاركش. 2 أول من دخل الإسلام من هو؟ ما أنا قلت الإجابة ديجا. وأحمد عبد الجواد بوخزنة هكذا قال علي، والإجابة صحيحة، إذا النقطة لأحمد.
عبد الجواد. نقطة لأحمد وحسام، وننتقل إلى السؤال الثالث، ويقول: ما هي الدولة التي عاصمتها نواكشوط؟ ما هي الدولة التي عاصمتها أقول نواكشوط؟ ما هي؟ أجل، والإجابة صحيحة. ما زلت تجاوب يا أحمد، ولكن معليش، كن ناشط معنا، لا بأس في ذلك. صادقة صادقة تقول موريتانيا، والإجابة صحيحة يا صادقة. السؤال الرابع يقول: ما هي عاصمة البرتغال؟ ما هي عاصمة البرتغال؟ ما هي عاصمة البرتغال؟ عزو يقول: تحياتي للضيف البشوش اللي معاكم وكل عمال قناة التحرير عبر الويب، شكرا لك يا عزو. ما هي عاصمة البرتغال أقول؟ وحسام الدين عندك نقطتين، وقال جابنا قالنا باللي البوشنا. نعم، والإجابة صحيحة يا حسام الدين، عندك زوج نقاط. لشبونة أجل، لشبونة 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 لشبونة، عفوا. والسؤال الآخر يقول: ما هي عاصمة العراق؟ فتحي رأي يضحك عنك، قلت البوشنا لشبونة أجل. ما هي عاصمة العراق؟ هذا أسهل سؤال. وأيضا أحمد عبد الجواد عندك نقطتين، وقال لنا بغداد، والإجابة صحيحة. آخر سؤال يقول: ما هي عاصمة ألمانيا؟ ما هي عاصمة ألمانيا؟ ما هي عاصمة ألمانيا؟ ما زالوا يجاوبوني على السؤال الأخر. بغداد، برلين أجل، برلين. أنا أنتظر منه اللي جاوبني، من حسام ولا عبد الجواد، خاطر عندهم نقطتين، إذن اللي راح يجاوبنا الأول. أوكي، حسام الدين يقول برلين، وعندك ثلاث نقاط، وربحت معانا يا حسام الدين في فقرتنا لليوم اختبر ذكائك. إذن عندك جلسة تجميل في صالون منال أقول. حذر روحك حسام، وجاري على كل حال، مجهولة تحية. عذرا، حكمني الضحك، ما قدرتش نحكم روحي. إذا عندك أختك أو أمك أو خالتك عمتك أيا كان، المهم إنها تكون مرأة، مرحبا بها إلى صالون منال للتجميل والعناية بالبشرة. تواصل معايا يا حسام الدين، راح نكومنتي هنايا وراح نكتب وصال باش تعرف فيسبوك تاعي، باش تواصل معايا باش نبعثك لهذا الصالون. كتبت وصال، إذا أنتظر أنك تتواصل معايا، ومبروك عليك. واللي ما فازوش معنا في هذه الفقرة إن شاء الله يفوز معنا مرة أخرى إن شاء الله. إذا ننتقل الآن إلى فقرتنا مواهب شو، خليكم معنا وما تروحوش بعيد، في فقرتنا اليوم مواهب شو راح تكون جد ممتعة. فاصل قصير ونعود. برنامج وصال شو يقدم لكم أجمل وأمتع الفقرات، كل ما تبحث عنه تجده في هذا البرنامج: متعة، تحدي، إثارة، تشويق. برنامج وصال شو يقدم لكم أجمل وأمتع الفقرات، كل ما تبحث عنه تجده في هذا البرنامج: متعة، تحدي، إثارة، تشويق.
المثال شو يقدم لكم أجمل وأمتع الفقرات، كل ما تبحث عنه تجده في هذا البرنامج. متعة، تحدي، إثارة، تشويق. إذن عدنا إليكم في فقرتنا لليوم مشاهدين الأفاضل والأعزاء. أقول دبلج مع وصال. إذن اليوم راح نسمعوكم أغاني كرتون، سنعود إلى الزمن الجميل والقديم. راح نبدو مع أنا وأيمن، راح نبدو في الغناء. راح نديرو ميدلي تاع أغاني سبيستون دو يا أخي. حلمنا نهار ونهارنا عمل، نملك الخيار وخيارنا الأمل، وتهدينا الحياة أضواء في آخر النفق، تدعونا كي ننسى ألما عشنا، نستسلم لكن لا ما دمنا أحياء نرزق، ما دام الأمل طريقا فسنحيا. لا 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 لا. عندنا صديق لا يعرف الكلل، مخلص رقيق إن قال فعل، روميو صديقي يحفظ عهد الأصدقاء، يعرف كيف يجابه الأيام، روميو صديقي علمنا معنى الوفاء، علمنا ألا نخشى الآلام، روميو صديقي يحفظ عهد الأصدقاء، يعرف كيف يجابه الأيام، روميو صديقي علمنا معنى الوفاء، علمنا ألا نخشى الآلام. لا تبكي يا صغيري، لا انظر نحو السماء، من قلبك الحريري لا لا تقطع الرجاء، إن الأمل جهد عمل والجهد لا يضيع، الأمل جهد عمل. لا تبكي يا صغيري، لا انظر نحو السماء، من قلبك الحريري لا لا تقطع الرجاء، إن الأمل جهد عمل والجهد لا يضيع، الأمل جهد عمل. ألوان طيف طائرة قوسا وحبا ناشرة، من أين؟ من قطرات الماء، تعاونت قطرات في قلبها نبض مليء بالحياة، تماسكت تعاونت كن مثلها، تعاونت قطرات في قلبها نبض مليء بالحياة، تعاونت تعاونت كل مثلها نبض أمل، ألوان حياة. يعطيك الصحة أنت ثاني، يعطيكم الصحة. إذا ننتقل إلى أمي. أمي هيا نروح للأخرى. ميدلي الأخرى ريخ. أنت الأمل، أنت الحنان، من تحت قدميك لنا الجنان،
عندما تضحكي تضحك الحياة، تزهر الأمال في طريقنا، نحس بالأمان. أمي أمي، نبض قلبي نبع الحنان. ريمي 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 ريمي، مررت بخاطري فكرة، عبرت ظلت الذكرى، نسيت الحزن شوقا للغد الأفضل. دروبا قد قطعتيها، أفينا البعد أم فيها، نسينا عيبنا بالأمس لم نسأل. مررت بخاطري فكرة، ظلت الذكرى، نسيت الحزن شوقا للغد الأفضل. دروبا قد قطعتيها، أفينا البعد أم فيها، نسينا عيبنا بالأمس لم نسأل. ريمي 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 ريمي. هل شاهدتم ذئبا في البران يأكل أخاه؟ هل شاهدتم يوما كلبا عض يدا ترعى؟ هل شاهدتم فيلا يكتب يسرق يشهد زورا، ينكر حقا يفشي سرا، مغرورا بأذى؟ سيمبا 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 قادم، سيمبا جاء، سيمبا عند تل بين قطعان الضباع. سيمبا قادم سيمبا جاء، سيمبا عند تل بين قطعان الضباع. سيمبا قادم سيمبا جاء، سيمبا عند تل بين قطعان الضباع. سيمبا قادم سيمبا جاء، سيمبا عند تل بين قطعان الضباع. في الغابة قانون يسري في كل مكان، قانون لم يفهم مغزاه بنو الإنسان. إخلاص حب دافئ، عيش فطري هارئ، لا خوف ولا حزن ولا ولا عدوان. موكلي لا 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 لا، موكلي موكلي لا 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 لا، موكلي موكلي. فلتحذر أن تغدر، استخدم عقلك أكثر، وحدك عود غض وطري، والجمع عسى لا تكسر. فلتحذر أن تغدر، استخدم عقلك أكثر، وحدك عود غض وطري، والجمع عسى لا تكسر. احذر ميغالو هي سوسا، احذر ميغالو هي سوسا، سوسانا. أوه أوه. آخر الختام، أغنية الختام، نتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا معنا اليوم. أغنية الختام راح تكون القناص. قناص. إذن نروح إلى أغنية الختام القناص. نفس لبن. قد لمعت عينا بالعزم انتفضت يمنا، قد لمعت عينا بالعزم انتفضت يمنا، في هدوء الليل من هو الصامد المغامر في وجه السيل، يبعد عن عينيه الراحة، يتحدى خصما في الساحة، يرمي ويصيب الأهداف، يسعى دوما لتحقيق الإنصاف، وخيال أبيه في الأحلام يوقد في القلب الحساس حب الخير لكل الناس، مهما كان الثمن من الصعاب، سيظل البطل القناص بكل الصبر والإخلاص، يعمل باجتهاد وعلى أهبة الاستعداد، يرمي ويصيب الأهداف، يسعى دوما للإنصاف. يعطيك الصحة.
شكرا على العزف الرائع ما شاء الله. شكرا على صوت العذب. إذن هذه كانت حصتنا لليوم ونتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا معنا في حصتنا لليوم وصال شو. دمتم إن شاء الله دائما أوفياء إلى برنامج وصال شو وأيضا أوفياء لقناة التحرير. كما نذكركم ونقول بلي أي موهبة سواء الغناء الكتابة كتابة قصص قصيرة أيا كان فمرحبا به إلى برنامج وصال شو لدعم المواهب. إذن كنتم معي أنا وصال معمري والسلام عليكم ورحمة الله.